خرج الفرنسيين للعالم عبر قناة LCE الفرنسية ليتكلموا بحرية عن مسلسل اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي ما يزال يحصد العديد من الأرواح وإجراء أولى التجارب في إفريقيا. وقد طالب البروفيسور لوكت مدير الأبحاث في أنسيرم ورئيس الخدمة في مستشفى كوين البروفيسور ميرا وناقشوا فيما بينهم على الهواء ويوافقون على الذهاب واختبار اللقاحات في إفريقيا. وقال: لو كنت مستفزا قليلا لقلت أنه يمكننا الذهاب وإجراء الاختبارات في إفريقيا، ليس لديهم أقنعة ولا علاج ولا نظام إنعاش، هذا يمكننا من إجراء الاختبار معهم. وتابع أيضا: الاختبار يشبه إلى حد ما عندما تختبر لقاحات الإيدز على البغايا لأنك تعلم أنهم لا يحمون أنفسهم. في المقابل قال البروفيسور لوكت على الاقتراع: أنت على حق، نحن بصدد التفكير في دراسة بالتوازي في إفريقيا. وقد تفاعلت العديد من الشخصيات من خلفيات متنوعة وعبروا عن غضبهم معتبرين أن إفريقيا لم تبقى كما عهدها الأوروبيون. ومن أبرز هذه الشخصيات نذكر اللاعب الجزائري أندي ديلور الذي لم يتردد في رد الصاع صاعين على الطبيبين الفرنسيين في تغريدة على تويتر وقال: العنصرية ليست سوى هراء بشري ويمكن أن يكون غبيا من يريد. إخوتي الكرام، شاركونا آراءكم في التعليقات.